بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في ليلة أخرى من ليالي رمضان المباركات، جعلنا الله وإياكم فيها من الفائزين، من الذين تعتق رقابهم من النار، ومن الذين تغفر ذنوبهم وترفع درجاتهم. الفقهاء يعرفون الصيام بأنه هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من صلاة الفجر ومن أذان الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو حقيقة الصيام، ولكن هناك بعض الأعمال التي تفقد الصيام روحه وأجره. المؤمن يرفع درجته وكذلك يعظم وتعظم حسناته في الصيام، حيث أنه ترك طعامه وشرابه لله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ببعض الأعمال التي تفقد الصائم أجره. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يترك طعامه وشرابه. أي أن الذي يشغل نهاره وهو يتكلم في هذا ويكذب وينم ويغتاب، وتبقى حديثه في نهاره هو في الباطل وفي قول الزور، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، بمعنى أن حسناته هذه التي تكتب في الصوم ستذهب بسبب هذا الكلام الباطل. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم صحابته فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس من جاء يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة وزكاة، ثم جاء وقد ضرب هذا وتكلم في عرض هذا، فيؤخذ من حسناته ثم تلقى إليهم، حتى إذا نفدت حسناته أخذت من سيئاتهم ثم ألقيت عليه ثم طرح في النار. فالمفلس في الحقيقة هو ليس الذي ليس له درهم ولا دينار، إنما المفلس في الحقيقة هو الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وقد شتم هذا، وبالتالي أضاعت وضاعت كل حسناتي ولم يبق له شيئا من هذه الحسنات. يقول في الحديث حينما جاء الصحابي الجليل معاذ بن جبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بلسانه وقال: كف عنك هذا. فقال معاذ: يا رسول الله، أو نحاسب بما نقول؟ هل نحن الكلام الذي نتكلم به نحاسب عليه؟ قال: ويحك يا معاذ، أو يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كيف أن الإنسان لا يحاسب على لسانه، بل أن هذا اللسان هو الذي يرفع أناسا ويقذف آخرين، ذلك اللسان هو الذي أورد الناس المهالك، ذلك اللسان الذي اليوم تدخل إلى السجون ترى الكثير ممن أوردهم وأدخلهم إلى السجون بسبب ألسنتهم وبسبب كلامهم الباطل. فحذاري من أن يكون شهر رمضان شهر الطاعة وشهر الخير، أن يضيع أجر شهر رمضان بهذا اللسان الذي يتكلم في الباطل، الذي يقول الزور، الذي ينم، الذي يكذب، الذي يتعدى على أعراض الناس. فهذا اللسان أو يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. أما المسلم فهو في طبعه لا في رمضان ولا في غير رمضان يتكلم في الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما الذي لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فهذا أصلاً
ليس يحمل أخلاق المسلمين ولا يحمل إيمان المسلمين إذا كان لسانه يتكلم في هذا ويطعن في هذا. هذا اللسان الذي سيأتي يوم القيامة وكل الجوارح تتكلم إلا هذا اللسان يمنع عن الكلام. لماذا؟ لأن اللسان في هذه الحياة الدنيا اعتاد على الكذب واعتاد على قول الزور، فإذا جاء يوم القيامة الله سبحانه وتعالى قال عن أهل النار: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فنختم على أفواههم أي أن هذا اللسان لا يتكلم. كذلك أن شهر رمضان فرصة إلى أن نربي ألسنتنا وأن نعلم هذه الألسن على ألا تتكلم إلا حق، أن هذه الألسن تقبل على القرآن الكريم، تقبل على ذكر الله، تقبل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الأعمال تطيب الألسن، بهذه الأعمال نحظى ببركة شهر رمضان وبالفوز بالجنان في هذا الشهر المبارك، ونحظى بالأجر العظيم في صيامنا لشهر رمضان المبارك. جعلنا الله وإياكم من الفائزين في هذا الشهر المبارك، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.